نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة محاضرة بعنوان استشراف المستقبل لمديري الإدارات وموظفيهم، وذلك في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. نظرا لما تعيشه حكومات اليوم في عالم يتسم بالديناميكية والتغيرات المتسارعة والتحديات الكبيرة التي تفرض عليها ضرورة التعامل معها باحترافية عالية، جاءت هذه المحاضرة التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لاستشراف المستقبل استعدادا لتحدياته بطرق وأساليب مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر. نحن نرى هذا الشيء حقيقة من دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وناخذ نظرة المستقبل من فكرة وبعد نظرة حقيقة، اللي هو دائما يبعد عنا 20 سنة من فكر موظفي حكومة الشارقة. ولذلك نحن نتمنى أن يكون هذا الاستشراف المستقبل، ما هو الدور الواعد لأبنائنا الباحثين عن العمل وموظفين حكومة الشارقة، ونوضع خطط طويلة المدى. ناقشت المحاضرة أبرز الاتجاهات المستقبلية وتأثيرها على واقع الموارد البشرية وشكل المؤسسات والقيادة والإنتاجية والابتكار وخدمات المتعاملين مستقبلاً لمواكبة كل التطورات التي تطرأ على العالم، بالإضافة إلى استشراف مستقبل العنصر البشري الذي يعد من أهم الاستثمارات في الدولة. فلذلك أصبحت الإمارات تستشرف المستقبل، لأن المستقبل أصلا مجهول، فنحن نريد أن نصنع المستقبل وأن نسبق العالم بحيث أنه نبقى رياديين وفي جميع المجالات، بحيث أنه اللي بده يحافظ على المراكز الأولى على مستوى الدول بده يستشرف المستقبل. هناك توجهات عالمية كبيرة جدا، هناك تغييرات على مستوى الحكومات، على مستوى القطاع الخاص، على مستوى منظمات المجتمع المدني. فالدول التي ستستشرف المستقبل هي الدول التي سيكون يعني لها دور في المستقبل. وفي ختام المحاضرة كرم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة المشاركين في المحاضرة من موظفي الدائرة، لينطلقوا من بعدها إلى آفاق واسعة من استشراف المستقبل تحقيقا لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة. لاستشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته جاءت هذه المحاضرة بعنوان استشراف المستقبل التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بالشارقة. لإخبار الدار، هويدا الشرقي، الشارقة.